يا مسا الخيرات، يا مسا الأنوار، ويا مسا السعادة. بداية ودي أقول صباح الخيرات أباضة. يقول لي هي نفس الشيء الدنيا للحين، أنا القمر موجود يا أباضة، القمر موجود وهني النجوم، الله ينجيك. عرفت للحين يعني ما الله يسعدك. إيش رأيك في الترقيعة؟ جوي على السريع. أنت جوي. أخوانا وأخواتنا المتابعين والمتابعات على شاشة قناة الواقع أو على بث اليوتيوب، نقول أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا معاي على مايون الشباب الثانيين، معاي على جهة اليمين حبيبنا مشاري، عسى ربي يعطيك الصحة والعافية ويقويك. تشرفنا والله بحضورك، احنا دائما والله نتستنى اللحظة اللي تجينا فيها. يا عسى ربي يحفظك يا حبيبي، يا قلب أخوك. ومن الجهة الأخرى حمران النواظر، النواظر سيف المطيري. أبشر بي والله، تراني سيفك أنا وين ما بغيت. طلال ميمون الثاني كمل. إيه حقي يا أخي، أنا مطيري وحقي والله. كفو القبائل كل أبوه كفو، ولكن مطيري. إيه مطيري. إيه مطير. اوكي اوكي، واضح انك كنت شو اسمه، تراني حماسي بس ما اعرف اسولف. ارجوك استريح. سب 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 على حبيبي يا سيف. اخواننا واخواتنا المتابعين والمتابعات، دقائق معدوده، اسال المولى جل في علاه ان يقول لنا في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 10 دقائق ما بزيد عليها باذن الواحد الاحد، انت ذاكر وانت فاكر فيها في الوقت المبارك، وقت ينزل فيه ملك الملوك جل في علاه نزولا يليق بجلاله. هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 3 دعوات تتكرر ليليا من ملك الملوك سبحانه في الثلث الأخير من الليل. يا ترى هل أنت من مصيبي هذه اللحظات أم لا؟ لا تحرم نفسك ولا تحرم غيرك الأجر. ذكر دائما وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقبل لا نبتدي مع الشباب، أنا اللي ودي أقوله وقف الأيتام بالبلد الحرام هو الشيء اللي جاي يتكلم عنه. ترى راحت نسبة وايد عودة مو بسيطة، يعني ما راح لا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40، وصلنا 70 حاليا بالمئة، يعني تتكلم عن 3/4 راحت. تركت لك بصمة، حطيت بصمتك في هذا الوقف اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. حبيبي حياك. هلا مسفر، حياك يا مسفر. مرحبا، حياك يا قلبي. مرحبا، الله يبارك فيك. طبعا مسفر قبل لا ابتدي كان موجود، بس ما شاء الله عليه جايب لي معمول كذي وحاط لي على الطاوله. قلت له مسفر يعني ما يصير، انا مو معيض عشان اروح ابيع في المعقليه، صح ولا انا غلط؟ والله مكابس. الله يسامحك، هاي نغوص فيه اللي انت كنت جايبه جدر. والله جبتها عما قالوا زادوا النقص. ما والله كفو، دورت الصحون صار ما لقيت، ما قلت لك كبير هذه شو اسوي يعني. لا احنا نقول يا ابو مانع انك كريم، انت ما تجيب الصحون الصغار، جيب الكبار. اي زاد النقص وش يسوي؟ ابو سعود يستاهل والله. والله تستاهل الطيب. اجيب قد كم اقدر، خله مره واحده. القدر في الصدر ما هو في القدر. ايش رايك فيني؟ يا ربي طول عمرك. يا عسى ربي يحفظك. انا والله تشرفت الليله اني معك مع السفراء، وتشرفت ان فيها السفراء. باقي علي، علي عنده عذره. انا ضيف معك، انت انا حاط الضيوف هني وايضا ضيوف. كل ابوكم مبركه وسفراء الوقف ان شاء الله باذن الله. احنا نعاونكم هنا في القناه، احنا كلنا يد واحده. نظرتك حبيبي لا عاد تكررها. اي نظره؟ نظره لا، ودي اقول لك تعال في النص، لان عجبتني قعدتك في النص، لان تعبت وانا الف رقبتي كامله هني. صح، ها عرفت يعني تعال في النص ولا تعب يعني خليك هني. ايوه عشانك مقدم الفقره بس. اعتبرني اخوك الصغير. لا والله الكبير. لا الصغير. لا الكبير. انا احبك في الله. الله يعني. يا عسى ربي يحفظك. شوف انا قلت لك في النص، بس ما قلت لك ما شاء الله عليك، يعني من حركاتك انك تحرك الكرسي بروحه. ارجوك اقول لا الليله نتكلم 10 دقائق. مزيون واشباهك ما هي ب 40. لحظه الحجره، ها من المزيون دي مزيون. انت والمتابعين، ها مزيون واشباهك ما هي ب 40. اشباهك اثنين، اما شمس ولا قمر، اختار انت. يلا قدم والله فاضي، انا ما ظنيت اكمل الحلقه اليوم. من ساعة قاعد يدلعني وطايح فيني حكي. شباب وين رايحين؟ بس عشان عشان ما تشكي نفسك، عشان ما تشكي كويس. اهنيكم صراحة، عسى ربي يعطيكم الصحة والعافية. قواك الله يوسف. اباض في السي قاعد تسيف. لا ادخل بالكيجن. لا والله لا والله انه مستانس وياي شباب. لا حد يقول ترى اباض هو الروح. اكيد بشكل ما يحتاج. زين، وقف الايتام بالبلد الحرام بنتكلم عليه. لو اتحكى من اليوم لباكر، الله اكبر، وصل السفير الثاني. وصل. عليكم السلام استاذ علي. شو اخبارك استاذ علي؟ عساك بخير. ما لقيتك. بشرني عنك. حياك، الحين نرجع مكانك. انا ودي اجلس هنا اصلا. حياك استاذ. ارحب.
هناك. عليكم السلام يا هلا وغلا. لا ما غير. ارحب ترحيب الحيل والسيل. يا هلا حبيبي. شو اخبارك؟ طالع من الاداره استاذن منك عندنا طلع وبتنسيق. خشمك. خذ راحتك وخذ راحتك. خذ راحتك وخذني وياك اذا تبي. كلي لك. ابد. تعال هنا ابو شايب. لا عنده شغله هو. اي ما في مشكله ما في مشكله. حيا الله الجميلين. الله يبديك يطول عمرك. شو اخباركم؟ الله يحييك. عساكم خير. جعلك بخير. علي شو الطله الحلوه؟ ايش رد؟ الله يطلطل الله العافيه. الله يطلطل حياتي. ليتك ساكت. شو الطله الحلوه؟ الله يطلطل ايامك ان شاء الله. الله يطلطل ايامك. شكرا. شو الطله الحلوه؟ الله يوفقك حبيبي. الله يسعدك. شكرا لك. شو الطله الحلوه؟ يا بعد راس وانت كذلك. شباب ايش فيكم؟ انتم ما تسمعون كلام حلو؟ هذا كلام مضحك. ما تعودنا. والله ما تعودنا. ما تعودنا. احنا حاليا نوار. شو الطله الحلوه؟ طلتك احلى. الله يطلل ايامك. لا يطلل ايامك كنا الطل في وجهك يا حمد. لا 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 لا. وهني يطلل ايامك كنا الطلات كلهم مالت الدنيا يجمعها وخمها في وجهك. حمد ما حد قد طلطلنا قبلك. اول طلطله تجيني اليوم. والله تونا نطلق يا القمي. تعال يا مصرط مصرط. تعال احضر فقره. تعود على الطلطل. انا ما تعودت. ها انت متعود على الطلطل؟ انا ما تعود على الطلطل والكلام الزين والله انت الزين يا اخي. انا اشوفك زينك. لا يا ولد والله استحى. شباب احنا عشان فقره الوقت ترى خلونا من كلام الغزل. بس والله انكم جبر خاطر. الله يخليك. الله يجبر خاطر. شنو يخطر حياتك؟ تكفون. الله يعين. الله يعين. الله يعين. الله يجبرك بالعافيه ان شاء الله. الله يجملك انت. الله يعيني. يجبرك بالعافيه. يجبرني؟ لا ان شاء الله. فيك كسر يا شباب. اي والله ما فيك. اخواننا واخواتنا المتابعين والمتابعات والله اليوم يطلعوني ميت من هني. الحين بيقولون عظم الله اجرك يا حمد. شباب ايش فيه؟ ما الا العافيه ان شاء الله. طبعا على يميني مسفر ومشاري ضيوف هاي الحلقه وايضا على يساري سفراء الوقف. على يمين الشاشه من الجهه الاخرى حبيبنا سيف المطيري وايضا حبيبنا اخونا علي الجعيدي. ونقول حللتم اهلا واهلا. ايش فيكم؟ زين شباب عندنا وقف الايتام بالبلد الحرام. النبي عليه الصلاه والسلام ايش يقول يا شباب؟ انا وكافل اليتيم كهتين. يعني شنو؟ اعطاك صك دخول الجنه باذن الواحد الاحد. صح؟ فردوس الاعلى من الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. صح. الحين لما انا اقول لك انا صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولو نتخيل الحديث الثانيه ان رب العالمين يرد روح النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقال له فلان ابن فلان يلقي عليك السلام يا رسول الله. تخيلوا يعني انت حين يا سيف قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد بلغ اسمك للنبي عليه الصلاه والسلام. هاي ما يكفيك؟ لا والله يكفي زياده. يكفيكم صح؟ عسى ربي يعطيكم الصحة والعافية. سيف والله العظيم انه رابشني. ادش يمين في كل ما ابي ادش الافكار يشطح. سيف الله يرحمه طالع الغرشة. لا ايلس والله ما تقوم استري. يا شباب هاي الكلام الحلو كذي يسوي فيهم. كل يوم تعال تكفى. ابا هذا اسعفني تكفى. احد يسعفني. ان شاء الله جيت سفراء. انا من يوم شفتك مطقم مع الكرسي اللي قاعد عليه الله يبيض وجهك. انا غاسل يدي. اسف اسف والله ما احب اني اخرب يعني شيء. يا لا والله والله انكم طله حلوه. الله يطلع. وعلى ما اعتقد الله يطلع اياكم بخير. اسلم اسلم. خلصت صح؟ خلصت والله خلصت. كلها بغزل. والله يقول لي خلصت 10 دقائق يا حمد كلها غزل. لا اي والله كلها غزل. انزين. وقف الأيتام بالبلد الحرام وقف نال على شرف الزمان وشرف المكان. في وين؟ في أطهر بقاع مك في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة. والله العظيم أقسم بالله العظيم والله ثم والله ثم والله أن ريال أنت الطلعة رب العالمين ما ينساه لك. صحيح. يربيه لك كما يربي أحدكم فلوة اللي هو صغير الخيل. تخيل أنا حين لما أروح مطعم أو غيره خلنا نقول اقل شيء ندفعه تطلع ب 100 ب 100 وشيء. صح ولا انا غلطان؟ صح صح. هاي اقل شيء وطقها بالتليفون. انت والله العظيم ما تدري عن الحساب. والله العظيم انك ما تدري عن الحساب. فما بالك 300 ريال كفاله يتيم لمدى الحياه. الله اكبر. والله العظيم الموفق من وفقه الله رب العالمين. وفقك انك تسمع كلام ما اقول حمد سيف وعلي وفلان مشاري ومسفر وعبد الله وغيره. اقسم بالله العظيم ان رب العالمين وفقك لهذا الشيء. اختارك كم الكره الارضيه كم فيها؟ ملايين مليارات. فما بالك لما يختارك رب العالمين عشان تسمع هالكلام
وتبادر. والموفق من وفقه الله انه يبادر. ما عندك 300 ريال حلو، الناس مثل ما قال رب العالمين ما خلقنا متساويين صح ابدا في هالدنيا، خلقنا متفاوتين علشان فلان يكمل فلان وفلان يكمل فلان وفلان تكمل فلان في زواجها ونفس الشيء صح. عرفت هم بعد رب العالمين ما اعطى فلان المال كامل وخلاه مقتدر غني، ورب العالمين يعلم لو افقره لطغى، وفلان لو اغناه رب العالمين لطغى. فرب العالمين خلقنا متفاوتين ومتساوين في هذه الدنيا، عدل وانصاف سبحانه جل في علاه. فلما اقول لك ريال اطلع وتنساه ما ينساه رب العالمين سبحانه، فاقول لك اياهم من خاطري اقسم بالله العظيم من داخل اني ابي لك الخير. الريال لما تتبرع ابشر بالخير اللي عقبه، هو في صحتك، هو في مالك، هو في عيالك. لا تبخل على نفسك، رب العالمين يقول ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، يعني البخل يكون البخل على نفس الشخص، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. والله الغني من صفاته جل في علاه هو الغني، وانتم الفقراء، احنا الفقراء، احنا المحتاجين. مهما بلغت ثروتك ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال الى حال. صحيح. لا تقول والله انا غني وانا عندي، في غمضة عين. سمعنا في أزمة مرة شنو في أمريكا، وأزمة وأزمة، إيش صار في تجار المليارديرين كلهم انتحروا لأنهم فلسوا. هي زكاة مال أنت تطلعها، أنت تبارك رزقك بهالشيء، مالك اللي هو مو مالك أصلا، هو مال الله سبحانه وتعالى، هو اللي أعطاك إياه وهو اللي يبيك تتصدق منه. عشان شنو؟ عشانك أنت، علشان يضاعف لك وينمي لك يبارك لك إياه. من ذا الذي يقرض الله؟ من ذا الذي يقرض الله؟ رب العالمين هو اللي يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضعافا كثيرا. والله يقبض ياخذ منك الفلوس ويبسط يعطيك الفلوس وإليه ترجعون. كلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا تحرم نفسك هالثوان اللي تطلعها وتتبرع فيها، ثق تماما إن رب العالمين أكرم عليك من كرمك أنت، بيعطيك وبيرزقك. ما تقدر الدال على الخير كفاعله. نصفر شو تقول؟ والله يقول ابو سعود نصف، احنا في الوقت هذا في الاجواء هذه احنا في الشتاء لا اكثر من الناس او كثير من الناس وش يحرصون عليه؟ الدفى. يروحون طلعوا مكتقاهم في مخيمات في استراحات في كشتات في طلعات في جهات عشان يبسطون انفسهم يوم يومين ثلاث ايام اسبوع في طلعتهم هذه، وقطه هذا يدفع ألف وذا يدفع ألف وذا يدفع صح. عشان ينبسطون في ايام معدوده، ايام بس معدوده صح. طيب لو تقدم 300 ريال انت ما تبيها ليوم القيامه؟ الله يفرج عنك، يفرج الله كربة من كرب شيء ابو عشان ما لخبط يا ابو، يفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم الاخر. الله اكبر. يعني هذا دليل على حاجه صراحه. انا من الناس اللي انا جربتها في حياتي الشخصيه، انا مسفر، انا عصرت اشياء في حياتي كلها ما بيطلع اخواني. أكون معك صادق وصريح. اسلم. كنت موظف، فلوس مخباي، هنا فلوس وهنا فلوس وهنا فلوس، ولا ما قال واروح واستانس هنا وانطرب هنا ولا تلقاك تسافر وتجي واروح واجي. فجأة بتكون بدراهم من حالي لحال. فجأة اقطعت من وظيفتي، اقطع مني دراهم، اقطع مني راتب، اقطع مني في لحظة. وصارع 7 سنوات 8 سنوات بدون شيء. واجي هنا وفي لحظة، أنا كان الشيء اللي جربته أنا شخصيا. صح. كنت عاني 7 سنوات 8 سنوات بسبب الدين، تركت دوامي، تركت لا متركمن عليك كل شيء، تراكمت علي. وفي 24 ساعة فرج الله علي الله حاجة أكبر. الله ماك حد الشكر، هذه تغني عندي كل فرح. تستاهل انت هذه الفرحة كلها. يعني ايش بالي وش بالي انا كيف اليتيم بيفرح؟ اليتيم كيف بيفرح؟ سلام. اذا قدمنا هذا الشيء هل يعني ظنك ما راح يفرح؟ والله العظيم فرحته دبل دبل دبل، فرحة زبر ماذا دبل، فرحة اي واحد فرج الله حاله في هذه الكرم الدنيا. نقدم شيء من مالنا. انا لو ودي يعني ما قالوا ان لو ودي ان والله ما عاد اقدر شو انا اخبط الشعور هذا، لاني احس باللي في خطر اخواننا. ابطال ابطال امن تستاهل كل خير انت يا مسفر، عسى ربي يعطيك الصحه والعافيه. امين يا والله يعطيك ان شاء الله حاجه بنيتك يا ابو مسعود. انت من الناس اللي تحترق خارج البيت يا عسى ربي. والله تحترق من داخلك، انا اعرفك شخصيا. عسى ربي يعطيك الصحه والعافيه، وهي حق يا حبيبنا. اسلم يا مشاري. يا هلا والله اخوي حمد. انا والله تجلى في مخيلتي بيت ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم.
لو تعلم مراد الله جل وعلا وإيش الله بيعطيك على عوض على ما تقدمه لقلت حمد الله، تحمد الله عز وجل على فضله وعلى جوده وعلى كرمه أن ما تنفقه الله جل وعلا يعوضك عليه، إما تعويض جميع أنواع التعويض، إما تعويض مادي، إما تعويض يمنع الله عنك شيء وإلى غيره. دائما أنفق أنفق أنفق، الله جل وعلا واسع، الله جل وعلا واسع غني كريم حري، قدم ما عندك وأخلص النية فيه وكن صادق مع الله جل وعلا، الله بيفتح لك. وكلنا يعني كل الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن يعني لهم قصص كثيرة مع أمور كثيرة. دائما مثل ما قلنا ترى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وقال أنفق ابن آدم أنفق عليك، أنا أجعل أخواني يعني السفراء هم أحق مني بالكلام في هذا الموضوع، وكلنا يعني نتشارك ونتعاون في هذا الجانب. يا عسى ربي يعطيك الصحة والعافية، لبيك خذ راحتك. أنا بس كنت بوصل رسالة قبل شوي لأني كنت حريص على حاجة واحدة، سلام، بغض النظر عن بري لأمي ولا أخواني ولا أهلي، كنت حريص على الصدقة. ترى يمكن ما حد يدري عنها في هذا الشيء، حريص وأنا موظف وتركت الدوام ورجعت ومريزانة تبارك الحمد، أقسم بالله العظيم إني ما فرط في الصدقة اللي في مخباي لما أدري حديدة إني أمدله. تنساه ولا ينساه الله. والله العلي العظيم إني ما حسيت بشعور الكآبة ولا شيء، إن الله بك حمد لي سعيد لأن الله جابني هذا الوقت حجاز معك، وسعادة ما يعلمها الله سبحانه وتعالى. جالس عاد سعادتك إن شاء الله. تستاهل كل خير يا أخي. استقبلي شيء عظيم والله. الله يفتح عليكم السفر. من يبون نفتح. سفراءنا الجميلين. الله يحييك. على عجالة. ما عندي ولا عند سيف اللي تبي. عندك عندك أبو صالح. اثنينكم تكلموا في نفس الوقت يا رب. يلا واحد ويا الله. أنا. يلا بحمناتكم. أبوجه رسالة لكل من يشاهد. الإنسان اللي متضايق، الإنسان اللي يطلب له وظيفة هو ولا جاته إلى الحين، الإنسان المديون المهموم المريض اللي يترجل في شيء يبيه من الله، تقرب لله، تقرب لله بصدقة لو بقليل، مو بلازم انك توجع نفسك وتدفع ما وراك ودونك. انا اقول ادفع لو ريال واحد ينفعك في الصدقه. اي والله ربي يعوضك في دنياك واخرتك. ضيعها يمين ويسار يا ابن ادم ولا فكرت في ربك ولا فكرت في اخرتك، انا اقول ركز على اخرتك، الدنيا هذه زائله ولا راح تبقى لحد، وانك ميت وانهم ميتون. صح. بادر في اخرتك، اسعد نفسك في اخرتك وترك منك ذا الدنيا اللي ما تماخذ منها ولا ثمره. اي والله. وش عاد صارت في كفاله يتيم؟ صادق. انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، ما حد ما حد ما حد اصلا يفكر انه الرسول عليه الصلاه والسلام في الجنه. شيء مضمون، شيء مضمون خلاص. شيء شيء أيوة. شيء خيال والله العظيم الشخص انه ما يتوقع، لكن الله رحيم واعطانا هذه الهديه. اشهد بالله. لكن ايش ثمنها؟ صدق اللي هو كفاله اليتيم، وفي البلد الحرام الاجور فيها مضاعفه. والله يوفقنا وياكم. الله يعطيك الصحه والعافيه يا حبيبنا. اسلم. من قال سالم؟ انا اقول ما نقص مالا من صدقه، يعني ان شاء الله ان مالك ما هو بناقص، وانت ما انت ضامن تعيش بعد ساعه. انت ما انت ضامن انك تعيش بعد ساعه، هاي اللحظه انت مو ضامنها. صح، بعد هاللحظه ثانية واحدة. فأنا أقول والله العظيم صدقة بسيطة تدفع عنك البلم، ترزق، تشفي المريض اللي عندك. يا أخي ما قدرت، أرسل بالجروب، جروب عائلتكم، جروب أخوياك، ترى والله العظيم إنك أنت يمكن تصغر بالشيء ذا، وهو شيء كبير، شيء كبير لك وللآخرة. فأنا أقول بادروا، ترى والله العظيم إنه جاء عندكم. في ناس قبل تتكلف وتروح وتمسك خطوط عشان يكفل لها يتيم، الحين 10 ثواني بجوالك صلى الله وبارك، يعني شيء بسيط، يعني لو تفكر فيها 300 ريال 10 ريال. الجروب الحين لو تدخل انت سنابك، سنابك الحين اكثر ما عندك حل 300 400 500 شخص، نزلها عندك، ترى والله العظيم الخير كفايه، لا هي منقصتك ولا هي سويت لك شيء يعني بتغثك، تبي تزودك ما هي منقصتك. فانا اقول لكم بادروا، والله العظيم انه لك، انه ما نقول الكلام ذا، وحظ منه اللي سمع كلامنا ونفذ. اي والله هذا ترى محظوظ، والله وفقه على فعل الخير. الله يعطيك الصحة والعافية عليكم. الله تسلم لي. الله يسلم. انا ما بقول بعد كلامكم شيء وايد، بس اللي ابي اقوله اخواننا واخواتنا المتابعين والمتابعات، انا وكافل اليتيم كهاتين، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، همومك غمومك تقدر ترفعها عن صدرك بصدقة، بريال
لا تبخل على نفسك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هو كلام رب العالمين مو كلام حمد. ريال واحد بتنساه أنت، لابد أنك تنساه، قد تكون تنساه بعض الأحيان في السيارة في البيتي تحت يدك أنت ما تدري. فلا تبخل على نفسك، كل الضيق اللي داخل، كل هالهموم والغموم، ودي أختم فيه هالفقرة البسيطة. وأنا آسف أني طولت عليكم، باكر يوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فاللي يقدر يصوم يصوم. والآن في الوقت وفي الثلث الأخير من الليل، وقت المبارك، أبيكم تتخيلون بس أن رب العالمين ينزل نزول يليق بجلاله سبحانه جل في علاه، ربي وربك وربك أختي، ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق به إلى سماء الدنيا لنا إحنا العباد الضعفاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ رب العالمين هو اللي يسأل. فحرام حرام أن نحرم نفسنا هالأجر. كل منا له همومة ولغمومة، كل منا مهموم وشايل في باله هموم الدنيا لي سنة قدام، مو بعارف شي يسوي. استعين بالله وتوكل عليه، ودائما تذكر هالأبيات: يا أيها الإنسان ما هذا القلق، أوليس ربك قد تكفل ما خلق، أوليس بعد العسر يسر مثلما بعد الليالي دائما يأتي الفلق. الله يفتح عليكم ويرزقكم ويبارك لكم في رزقكم حلالكم ومالكم، ويجبر خاطركم كل شيء يسركم، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويشافي كل مريض ويعافي كل مبتلى، ويبعد عنكم كل هم وكل غم وكل سوء وكل غم يا رب العالمين. والشباب اللي وياي عسى ربي يجبر بخاطركم ويسعدكم يا رب سعادة ما تشقون بعدها أبدا، واللي في الكنترول بعد عسى ربي يعطيكم الصحة والعافية، ترى التعب والله العظيم إنهم يتعبون تعب ما الله به عليم، فعسى ربي يعطيهم الصحة والعافية يا رب. ما أبي أذكر أسماء لأني يمكن أنسى اسم أو غيره، عسى ربي يعطيكم الصحة يا شباب ويفتح عليكم يا رب فتوح العارفين، يرزقكم حيث لا تحسبون. أحبكم كلكم في الله بلا استثناء، والوتر جنة القلوب لو ركعة واحدة، عسى ربي يفتح عليكم. لا تنسونا من دعوات، وأيضا إخواننا وأخواتنا المتابعين والمتابعات، ما نبي منكم شيء إلا دعواتكم، فلا تنسونا ولا تحرمونا دعواتكم الطيبة، ربي يفتح عليكم. أنا أستأذن يا شباب، عسى ربي يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لكم يا جميل أنت يا قلبي يا حشاشة يوفي. خليه يستحن الساعة، الله يعين. الله يعطيكم الصحة والعافية، أقسم بالله أنكم كلكم سواء وكلكم في القلب، وأبد حمد تامرون عليه. استودعكم الله وخليكم هني في هالجو الحلو يا بعض. الله يحل لك. يلا السلام عليكم، في أمان الله يا شباب. وين رايح؟ هلا فهد تعال. هلا والله تعال، انا عندي كلام زين بدي باخذه وجهك. سم بدي حاجه تبدا باخذه وجهك. جوالك لا حاجه مو جوالك بتشوف بيقول لك كلام. يلا تعال.